مستشفى جمال عبد الناصر بالاسكندريه. كان لينا الزياره دي الكابتن الحكم الدولي السابق كابتن احمد بلال. طبعا الكل طبعا عارف تاريخ وقيمه الكابتن احمد بلال، فعشان كده جينا النهارده نزوره ونطمن عليه. معانا النهارده زوجه الكابتن احمد بلال، يعني الف سلامه على الكابتن، بنطمن منك عليه. والحاله ايه بالظبط؟ والله الحالة يا دكتور يا كابتن ان انا لقيته كده بصحته بتتدهور، بدأت اجيبه المستشفى هنا، فاتضح ان عنده غرغرينة بس كانت مقفولة مش باينة برضه. بقى ايه كان ده من 10 مارس، فاتصلت بالكابتن وليد شعبان، واتصلت بالكابتن محمود عثمان، واتصلت بالكابتن حسين فهمي بالقاهرة، عشان بس انا مش عارفة اعمل ايه. قالوا لي المفروض الكابتن ما يخشش هنا، بيتعالج في القوات المسلحة مش في التأمين الصحي. راجل خدم البلد، راجل رياضي، وكان بس انا يمكن زعلان من حاجة ان انا الكابتن لما كان بصحته عمره طلب حاجة من حد. انا بدي اعملها قبل كده على حسابه، برجلي الاولانية كان فيها بت، ما طلبش حاجة من حد ابدا. ففي الوقت لما حقيقي سامحني انا بقول يا جماعة انا شوفوا الكابتن، اقفوا مع الكابتن ها في اي مستشفى قوات المسلحة. انا شايف هنا ما فيش يعني الاهتمام ازاي بنسبة تأمين صحي. يعني انا مش عارفه، انا حاسه ان يعني حالته بتسوق اكتر. وانا شت اتحاد الكوره ولجنه الحكام، بس مش عارفه انا يعني وصلوا لغايه فين. في جوابات بيقولوا على مكتب ايام المشير السيسي عشان ينقلوا القوات المسلحه. انا من 10 مارس الكلام ده بناشد في الموضوع ده، فلقيت نفسي ما فيش اهتمام من الدوله. انت شايفه ده طبعا ان في تقصير في حق الكابتن، وبتنجدي يعني سياده المشير والمسؤولين ان يعني الكابتن فعلا محتاج لرعايه. طبعا محتاج لرعايه جامده يا كابتن، محتاج لرعايه جامده فعلا. يعني انا بناشد المشير اللي ربنا يوفقه ويكرمه ويبقى رئيس جمهوريتنا وكلنا معاه قلبا وقالبا، احنا مع المشير السيسي. بس يبص برضو يعني يبص للكابتن بلال احمد بلال لماضيه. ماضي كان مشرف ونظيف، وكان يعني من احسن حكام جمهوريه مصر العربيه. بيتكلم معاكي ولما بيتكلم كده بيقول لك ايه او بيطلب ايه؟ لا بيبقى زعلان، بيقول يعني فين، ما حدش بيسال، ما حدش بيتصل، ما حدش عمل حاجه. مش بص وصلتش مصر، مش عايز يتكلم، بص ساكت ازاي، مش عايز يتكلم خلاص، يعني مش عايز يتكلم مع حد. لا اللي فيه تجاهل. الكابتن احمد بلال ما يعني مهما قعدنا نتكلم عنه قيمه كبيره جدا، ورمز حقيقي، رمز حقيقي مش رمز عادي، رمز حقيقي للتحكيم المصري. من حوالي اسبوعين ثلاثة حصل ان كابتن دخل في غيبوبة واتنقل مباشرة لمستشفى جمال عبد الناصر. الحقيقة تواصلت على طول مع عصام عبد الفتاح وكابتن محمود عثمان عشان نقدم اي حاجة يعني بسيطة جدا للكابتن احمد. والحقيقة كابتن محمود تواصل معايا وانا كنت في سفر دائم معاه، وقدم ورق للواء مجدي اللوزي اللي هو رئيس الجهاز الرياضي بالقوات المسلحة، وعصام عبد الفتاح قدم برضو مذكرة للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، لان الحالة يعني وصلت لمرحلة كان لابد من اجراء عملية في حين وبعديها بحوالي 3 في بطء كابتن علي. للأسف الشديد في بطء كبير جدا. كمان كابتن بلال طول عمره يعني نفسه علمنا نفسه اشوفه يرجع زي الاول تاني، بس زي ما انتوا شايفينه عامل. انا مش عارف اتكلم وليه، بس انا عارف المستشفى بيبقى في رعايه ليها وللمريض. هنا اتمنى قرار سريع من القوات المسلحه للوالد تدخل اجراء الجراحه. لازم ما ينفعش والدي كده يقعد بالحاله دي من غير نطق ولا كلام ولا اي حاجه. يعني ساعات انا اقول له مثلا انا مين، مش عارف. يعني انا نفسي يتعملوا العمليه باسرع وقت في القوات المسلحه. احنا هنا يعني بنطلع دكاترة بالعافية عشان يطلعوا هنا، كل ما نسأل على دكاترة مش موجودين. طب احنا نجيب دكاترة منين؟ طبعا ده الحكم الدولي الكبير العظيم الكابتن احمد بلال، وهو سكندري. والكابتن طاهر الشيخ اكيد سكندري. قبل ما اسمع راي الكابتن طاهر الشيخ وبعدين نقول وجهه نظرنا في الموضوع، اللي متابع الحاله كابتن طاهر الكابتن محمود عثمان. ايوه كابتن محمود مساء الانوار. مساء
مساء النور يا كابتن مصر، ومبروك لينا للقناة الجميلة. ربنا يخليك يا كابتن محمود. يعني حضرتك متابع حالة الكابتن أحمد بلال، تقول لنا إيه فيها يا كابتن محمود؟ والله هو الأول كلمني أخونا الكابتن حسين فهمي قال لازم نشوف حل. فالحقيقة أنا عملت مذكرة ومضيت عليها ورحت قابلت للمشير عبد الفتاح السيسي وقابلت اللواء مجد اللوزي. والحقيقة مشكورا اللواء مجد اللوزي بعت المذكرة للأمانة العامة للقوات المسلحة. وبقنا أكتر من 18 يوم بالحالة اللي سيادتك شفتها للكابتن أحمد بلال اللي خدم مصر وخدم التحكيم المصري والأفريقي، وسايبينه كده لغاية دلوقتي بهذه الحالة. كل المطلوب يا كابتن، وإحنا بنناشدك وبنناشد مصر كلها، أن سيادة المشير عبد الفتاح السيسي. لا خلاص بقى، الفريق صدق صبحي دلوقتي أفندم. دلوقتي المشير عبد الفتاح السيسي مش موجود في الصورة، المذكرة موجودة، يبقى عندنا سيادة بالظبط الفريق صبحي. بالظبط الفريق صدق صبحي. المطلوب العلاج في مصطفى كامل للقوات المسلحة للحالة الخطيرة اللي موجودة فيها للكابتن أحمد بلال. طيب، يعني هو حاليا الامر يحتاج الى نقله. وبعدين الكابتن عصام عبد الفتاح الحقيقه كمان عمل مذكره في اتحاد الكوره وعندهم مجلس اعتقد بعد يومين عشان يستعجل الموضوع ده. فالحقيقه قابلت انا الكابتن عصام عبد الفتاح النهارده وقال لي ان شاء الله هخلصها في مجلس اداره الاتحاد، بس هو المطلوب علاجه في مستشفى مصطفى كامل للقوات المسلحه، لانه هو كان ضابط بالقوات المسلحه. طبعا كان ضابط بالقوات المسلحه. طيب يا كابتن محمود، وخدم مصر يا فندم. طبعا وخدم مصر ده اكيد. اشكرك كابتن محمود، شكرا جزيلا. حابب تعقب تقول ايه يا كابتن طه؟ والله يا كابتن شيء محزن ان نشوف حكم كبير ودولي في مقام احمد بلال. كابتن احمد بلال، انه يعني النهايه تبقى بهذا الشكل. صحيح، يعني راجل ياما امتعنا في الملاعب بوجوده بتحكيمه العظيم وشرف مصر في محافل دوليه كتير. ففي الحقيقه انا بدم صوتي لكابتن محمود عثمان وكابتن حسين فهمي وكابتن عصام عبد الفتاح، وبأناشد سياده الوزير خالد عبد العزيز انه يعني يهتم بهذا الامر، لانه ده وجه الرياضه المصريه. وراجل مفيش لعيب كوره ما لعبش مع في طبعا، مفيش لعيب كوره ما حضرهوش يعني. صحيح. فبأناشد واظن ان كل اللعيبه بتوع مصر حزينين جدا على هذا الموقف. ولازم كلنا نتكاتف ونقف جنب الكابتن احمد بلال، ولازم نعمل له حاجه، يعني نناشد الفريق صدقي صبحي وسيادة الوزير خالد عبد العزيز انه لابد من حل لهذا الموضوع. طيب، هي مناشدة زي ما قال الكابتن طاهر، سيادة الفريق صدقي صبحي ودير الدفاع والانتاج الحربي. نتمنى بمشيئة الرحمن بكرة، مش بعد بكرة، نتمنى، علشان الايام احيانا ما بنعرفش نتداركها، لا قدر الله لو حصل امر ما للكابتن احمد بلال هنقول يا ريتنا. احنا بنعمل اللي علينا وبنقدم ما يمليه عليه ضمائرنا، وبعدين كل شيء بيد المولى سبحانه وتعالى. نتمنى اللي شايفنا دلوقتي من المسؤولين في القوات المسلحه، السيد الفريق صدقي صبحي يعطي تعليماته غدا الثلاثاء باذن الله بنقل كابتن احمد بلال الى مستشفى مصطفى كامل العسكري حتى يتولى رعايته بإذن الله، وربنا في الأول وفي الآخر يتولى رعايته إن شاء الله.